أيها مثلا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن دي زوار وول إذ باي فضار نشاره لون بظن درور ون كوني بارك ربي ثلاثة مثل قيث قيمة في ملي ثاقية تجال ربي في ميزان الحسنات ذي نسان زر ذم قران ذ من وثمث الناغ قخام ربي ذي الجامع أذ السني ووال زيظن ووال الدين ووال شرعي في القرآن الكريم المدي حق من سلام على شك ان غارات نحرز ربي الله يبارك ما شاء الله ذولي قرز سواطاس ان شاء الله في ثميري ثقد في كالخرا انتفراثين تيم شطاح ان شاء الله يسان المعنى ثم زوارو ثيث مثلا بلا شك الى قد جاوبا في نستقسي يسان ازر ذم قران اشين اشيمين غاشوغار نغاي غار ثميري لي في تسمين امذانا ذقاس المولد النبوي الشريف. الجواب الجواب القاعدة للشرع ثنات الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص والأصل في العادة الإباحة إلا بنص. هذا رقم واحد. رقم معناتها أريد زالا عبد ربي سوى سوين يغدينا ونزمرد نسنلفو يوث العبادة فاجذيط أتيد مرنو الدين خاطئ. ربنا دي القرآن في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أثنتقي تمزور في السناف أي يعني العادة العادة الأصل في العادات الإباحة إلا بنص. رقم اثنين ماشي المعنى يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسوث المذا الساهد المشتي خاطئ. زار كلمة صد الله ذا أتصد الشيخ ند أشهد أن لا إله إلا الله بعد وأشهد أن محمدا رسول الله. ربي سبحانه رفع ذكره ورفعنا لك ذكرك. كلما ذكر اسم الله كلما ذكر اسم الله ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم معه أكيد دكولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صافي ماشي المعنى اسم تسوث السيد من سمكتي خاطئ. مكثاتي تقول لون تقول لغن ذي الظلة ذي الأذان ذي كل لون الأمر ويس ثلاثة صفرت في ثلاثة ذا شوت باش الدنيا تلقي فرصة لتجديد العهد شغلة ما كنا سنقر يا رسول الله شي ذا قالوا أم شقعين قالوا دي شقع ربي سبحانه عز وجل يختارك يحملك يفكيك أزال يجعلك من أولي العزم من الرسل الرؤوس خمسة ويار نوح أمغار الأنبياء إبراهيم موسى عيسى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا إذن هو من أولي العزم من الرسل وربي حمل ثطاسي في كسد الشريعة الخاتمة به ختم الدين به أكمل الدين يكون زورا صحيح بن ديون العهد لكن سينهم ذياز سلعه ذي اللان ذي الزبور الذي يروي ذي تفرفيرا سل عهد يلان ذي الطورات إذورار وذ عليا سل عهد يلان ذي الإنجيل التجارة وين ثمرا سل عهد يلان ذي القرآن يلدن في بوري غلقا ينزل دغف محمد رسول النبي عزيزا صلى الله عليه وسلم. إذن مثلا العهد واحد أصل الأصول عقيدة التوحيد إديوسان ذي سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولكن تجي فرصة إذن لتجديد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لدراسة سيرته العطرة كذلك أنوالين الأمة النظر ذا شو ذا الطاني السعى أدنى ودواوي سي الوحي غديجة سي تريكا غديجة الميراث غديجة النبي صلى الله عليه وسلم يثمثن ورديجة لا ثمورث ولا ثزمورث باش ثورث الورثة أنويذ الورثة الحقيقيين الشرعيين وقدر يورثن تريكا إديجة النبي صلى الله عليه وسلم ثورة ذا شو ذي الميراث غديجة وذا شو ذي الواجب النظر تجاه هذا الميراث ثم زورث ذا ولا ربي القرآن الكريم جسد وربي سبحانه تكفل بحفظه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون والقرآن يثمر في النغاية مثلا دي الجزائر مرة يثمر في القبائل
على وجه الخصوص فكان سازال الجدود النخ صغار القران سي ولاش ما تلقى مغار 9 4 3 الزيت نغ 6 3 الزيت ادفك النصيص مع مرف اكنا ماشي هكا خدم الحبوس امذانا المؤمنين اكل لي شوط باك لي ساعان في خدمه الحبوس في كانت سي نعمان سن صغر الطلبه سي ولاش ذي الوقت الاستعمار ذي الوقت اللاز ذي المحنة ولكن الجدود نغسعان في سمين في القرآن حرزنت صغارينت والحمد لله ما زي ثرسة أثند قولاغن أثند قولاون أرسة ما زال والمنطقة ما كانت حصان توسن سم عمرين الزواوة ذا كان فهميوث الإشارة بلي الجدود سعان في سمين خطر في سمين أجي فلسنتين تنادي يونواس يرثى الشيوين بين قوسين أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشو سنين ناني الصحابة إناس أينقص من دين الله وأنا حي يعني لا قيمة لحياتي وسترثي ورسي القيمة ورسي يزال ما تواليغ الإسلام يتوظور نغي عدفلس الزور إن كيني تعيشي نورمال يسعى في سمين أبو بكر الصديق أماكن ذا الجدود نغ الحمد لله سعان في سمين في الدين فنان في معمرين فنان الجوامع تعاون للشيخ خاصة ذي الوقت الني ما شاء الله صغارين دريا باش القرآن ذي اللي توحرز ذا القرآن ذا الناس تعرف اللغة العربية تعرف توسني ثموث القبائل خطر العربية هي وعاء القرآن ابن معطي مهد المكثي ومشى لنسى تصله يبارك يمسنون إم قرانا ذي القبائل ذي مزيغان سعان في سمين في الدين أماكن سعان في سمين في وعاء القرآن اللي هي اللغة العربية أجمعة الخير فقي ذي الرسالة النظام ثوران كوني مهد المكثي نبي صلى الله عليه وسلم أنحرز القرآن يغدي جا والحرز السنة بالمناسبة السنة مش تبغى سجار هورنا فبغض باسكو قال يسعان في سمين عبر العصور بدءا من عهد التابعين تابعي التابعين المذسة وقال لك يسعان في سمين حرزن ميراث النبوة كنت في تغيون بوا نغسين الإمام مالك يعني نفكا القدرة كل أئمة أما الإمام الشافعي أما الإمام أحمد بن حنبل أما الإمام أبو حنيفة إمام مالك يكل أئمة أكل ملان قد شن ذي قداش السنه الامام مالك ربي يرضى عليه يشوف غد يخدم تكتب ثنو يقارن الموطا كتاب الموطا كتاب الموطا اللي سيدي يخدم يجمع ديكس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اين سيدي يوضن من بعد الخلفاء العباسيين ذي الوقت الني فكان سي اقتراحين رفضاهما في قبيلارا الاقتراح مزوارو ناناس ان نخدم لي زيكزومبلير النسخ سي الموطا واسن تنفك ياكل الامصار ياكل الامه سلمت ونلزم بهم الامه بالموطا الموطا الامر والسين ايناس هارون الرشيد اتنعلق النسخه ديال الكعبه الشريفه باش وقاد يوسان ذي العمره نغذ الحج ازر بلي ذواكيد الكتاب الجامع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإمام مالك يسعى الإيمان ويحذق يسعى الحذاقة ويشطر الناس خاطي إن الصحابة تفرقوا في الأمصار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يقيم دمكة ويروح المدينة لأنه قد يروح الكوفة البصرة مصر إلى آخره إن ولا قرن صديقة إلى مسعن قد شنف السنة من سي جمعي سما كنت جمع الوية عبد الله بن مبارك صاحب القول المشهور في مجال الإسناد أسمي سنان يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة ذا عرضي يكون يثق ذيلي ثميلا ثلا المشكلة أن سولي عرضيا أبوها المؤمنين يا خكا أبوها يث العراض يا عرضيا سزل الغرس الغاشيم المذي الطيق ذي الطيق دي سبان ورفيق نانا سيدي فن دي مذان فن في صلى الله عليه وسلم ما يسمى بحركة الوضع في الحديث ذا شو سنيننا إن يسم تعيش لها الجهابذة لنس هذه الأحاديث الموضوعة إرى يسم تعيش لها الجهابذة الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء
ما شاء. فقيض الله عز وجل من يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السيد إذا دورنا إلا قد تنحرز، إلا قد تنحرز تولي نسال سي بومردس الله يبارك، يعني برمي الأمور يخدم تقرز لها تنفذر لها فكان تشجيع والجوائز، وقاد يحفظن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاد يحفظن القرآن أرنوياس، وقاد يحفظن السنة باش تبقى دائما السنة محفوظة في الصدور محفوظة في العقول. رسالة أيضا ذا شو نحوج ساق الأمة أتصلها لك 30 ساعة دنو غلغ الواقع النغ أن روح النبي عليه الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله فكرد دواوي إلى هلكات ينوظن برمي الهلكات ينوظن أدنج فذي والهلك اسمي استقمت قرن ستقفيري ثور نساي ثقمت محقور وثقمت سي والصد ربي فلاس يناد إنما المؤمنون إخوة أسميه جار النبي صلى الله عليه وسلم سيم كان المدينة ذي تحصان يزضى ثقمت يرى المهاجرين أكثر الأنصار ثلاثة الآية عجيبة بدين ربي سبحانه في حق الأنصار يحبون من هاجر إليهم خطر زمد ياسين فقي أتكرمض بالكرم وقال الأنصار خذ من أكثر من ذلك يحبون من هاجر إليهم مقل كان الحب في الله كيف يصنع الكرامات الحب في الله يوذ من ربي لا لزورنا غير شركين لا لذمن سعنا زلت الشرعيث ولكن آزار من الدين يسعى غزل ذم قران صافي ثيك ما سايث مثل أتن ذاوي من غرى ولا ربي غدي جان في صلى الله عليه وسلم أكذ وهو النبي عليه الصلاة والسلام يدي هضر فزل تيهمات أتصل الأحاديث أدنو غال سيد النظام جماعة الخير صلوا في النبي صلى الله عليه وسلم في جمو يعني أمشي في الدون تاوال يخي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الديماركان غران جماعان جماعة صلوا في النبي صلى الله عليه وسلم أصل في الليل في الناس الخير البح أكار الدماء ما يفوك أولك يعني موقع الحمد لله ما سخسر استغفر الله تقيك ذي الميزان ذي الميزان تشرعيف إلى حفظ داخل تجماعة ربما ديني وين ثورة سيدي مودي تقي سيدي مودي جاثن تزمان لكني خاطئ أنا ولا المنصح الصح أسا الاتجاه العالمي الفكر العالمي في مجال القانون يتجه نحو لشغاليه روح لولينا ندمولين قرناوه أنو غال كان المد الصح تسلمي قرنا ميدياسيون جوديسيير تفرض ميدي القانون ناس فقط 2008 تفرض القانون تاكي تقريبا لشغاليه الصلح لشغاليه المصالحة تجمع في الخير الله ميابل تلقى ذاك ياك مقننة في إطار قانون صافي يكون ديجا ثلا يا ريت الحفاظه بوالا قلت لك المسلاي الحداقه نصرفكا الميزان نصواب سي بو سا زيك مالكين تفرق اليرسين يا ولي تمسلاي انت قبايليث اكو ولي تمسلاي نسق قبايليث ما يتمسلاي سق قبايليث معناها تمسلاي لا لونغ اللغه ما يتمسلاي تا قبايليث المعنى يسد الميزان الصواب الشيخ محمد الحسين اذا ربي في الناس حكاد في الناس امغارا إنا يكاردي فغيون ذي الجاريس ما يصلي ما يعرف والو اسم كان دونيث يشرز ذرير زغر يفقد الصباح ذا فجريث ذا زريعة يرثويات ذا يوقوات فقد ونسعى ذا يقولت اللازارة ذي الوقت اني ذغني الشيخ محمد الحسين طريقة الدعوة يخي ربنا ذي القرآن الكريم في صورة النحل الآية 125 ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني صيغ الدعوة الإسلامية إيمذانا سلحكمة سلصجس ذا شو الحكمة هذا نموذج إناس الفلان مكتب إناس لباس إناس عند فروح إناس روح هذه رزق أذرار زغر الجهد نيك ساعة جهل الشيخ محسن إناس إلى خرط إلى خرط يعني لا شو الزور ذا لخرط ما ولاش إناس تينا الشيخ مازال نسعى الوقت أما كثرة توجيل أدغى الشيخ زيك تمسين ستقبيلي إنه يسم ذمي غير في جديد أدي فكا ربي صبريث نفسيث ولاش تصبحيث ورنسايث أمديث ولاش إيض ورنسايث أفجريث إنه سفغيك العقل فشرزو أذر لا زغر ألي غريك النكرزيث ما تزمرض ألي غريك النكرزيث باش هذي خدم يوثي تسلاغ سواوال باش هذي خدم ريفيزيون مراجعة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أكي صغارين بدن زيخة شرعيث
أكون نروح ثم شو تسمي غن غاس سلامت أستدعي وذا في الإعادة إفادة ننسي وعرضي أنوي ذا رجاز نطيق خطر ذي الطيقة دي تسبان ورفيق نس ذا عرضي ذا شو ثنت لي كاركتيريستيك وعرضي بشاتني السين ينس ما شاهو كوش يسل معنا إن يستسكور خرف نس العشيس أماكن يوندينا غاسي خرف العشيس التفضيون دا ماركانتي يغادي الليل التفضيون يجهدي الصحة يغارسي سبيطار روايض أكل من الله ونزرارا ولا شو كسان دينا فيش دوفو يا راس ربي سبحانه عز وجل مرحبا بلي عطا الله إنا يستاس كورت خرف ناس العشيس أماكن يوندينا غي زماسي خرف العشيس إنا يسمع بعد تتقلي بذا شو تتجرى أراسي السمحة لتبنو العشيس الجديد الله يبارك تبضر التجرى ثو الموت سلمت ثنيس ثو الموت جياد ثنو العشيو سوف اللام ثنيس خاطي ثنيس نكوني سو المو نتسالي نحنو ديك المعنى هو هرب يا مذن سمي تسالي أما ذي القذريم أما ذي العمر أما ذي ثموسني نورمال مو ذي شنو ذي يغال موديس ماشي قبل ذي سوى الطوموبيل أكون دي قرص بعد الخير أسمي ساعة الطوموبيل لين يا حسرة هات سن يغلق المنصي ضرا يغلق المنصي ضرا في الناس نكون يسوي المو نتسالي نشنو روحة صروحة نقول ثمديثا تسملو مو خطر تحزيبني ثمديث العتاب في الزمان ثمديث توعار فسكر مسكين تخرب العشيس توحر التجارة فايض شم الغابة تولي التجارة علي ثنية سكم يهضو ربي تجارة الزان سقارة ذي لغة من لهجة من لهجات الأمازيغ ثنية الزان جي ثنو العشيو سوف اللام علي الشنين ثنية نكون الزان نتسى علي نتوي زان قد أغضغ في الوايض ولا قال راحو شو يضر ولا قال هدو ولا يوني يربح الفرح يس يوم بمغار زيك لقي ثمور النغدا اربح الورا والجيران كل تم بيث السنية ثم غارثة سقي الحمد لله ميس الفلاني يربح سي زيان أزكاني يسادي ناس الفلان تقيت مارثيس الفلاني ميس يربح يربح الباك ثم غارثة ناس شكو يمشي رو الجيران نربح لشيني ناس ثم غارث مقواني يديد ناس قوي ثيقيث نقواني يديذن زيك ولا شيء الفريجيدير غير يديذن يديذن يبما تقوي ثقيف وين يربح لي ثادرت نسكيك ذي يربح في الناس نكون يسزان نتسالي نسوي زام روحة روحة نقول ثم ديثن سميو الزام تحزيفا أم بعد سي التجرى غرفاية تنقالو بظر التجرى في الزيت نسمر النخيل سولاس السلغلين سنيسات سمر جيك تخيلم جيد في نوغ العشيو سوف اللام ولا شوارا يوضن العشيو ما تجيد في نوغ سوف اللام في الناس نكوني ستمر وكذا عرضية في الناس نكوني ستمر نتسالي نثمر وكذا قال ابن ادم سمي تسالي يسعو صواف ماشي صفضيون اسمي الله 40 سنة يتسميح اسمي بل 70 سنة شنو ولاش سمح عمي أوي ثغ الله جوستيس وستسمي حارة إلى يوم الدين شكيونك هيا مغار هيا مغار هيا غار مقرار نورمال موثورة دي مكتيض الآخر أكثر أتحزف ثنا ياسن كوني ستمر نتسالي نثمر فنو العشي مرتقوال نظما ذي ربا غي السر أعرضي يتسراجو توصر ربي هيا كان ماشي المعنى يسي ساعة غافري منا يسعى في الرقزة وربي ناد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ويناد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أقبيلي مثل يفهم يسوفغت الذوال إن يشبح برجاز سر وزع شبح أنت مطوث ذ لحية إذا كيف مثنى وهربي أنمي عقال أنمي يسان أنحرز في الخلاصة أنحرز تريك غدي جان في صلى الله عليه وسلم أربي الحمد لله إمي غدي جان القرآن أكني في دغر الشيخ ذاقي في دغر إمام الحرمين الشريفين كيف كيف فقي نعمة ذاك جماعة الخير نحمد ربي القرآن ما زالوا كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنحافظ عليه الأمر الرسالة الثانية السنة النبوية
خدمها خدام السنة، الإمام البخاري ومسلم والترمذي أبو داود الآمدي والشاطبي ابن حجر العسقلاني وغيرهم الأئمة خدموها في البضاغة ديال قسن حرز أسنف كازاليس. رقم ثلاثة، منظومة القيم والأخلاق يغدي جنفي صلى الله عليه وسلم إلى قسن تنحرز أسن تنفكازال. رقم ربعة، جماعة الخير الدعوة الإسلامية أكل من الله نتوالى يوم القيامة، خطا في عصة والسلام إليك بلغوا عني ولو آية. وثيس خمسة ثانقاروث أن تذعى فريد الصبر، خط ربنا دول العصر إن الإنسان لفي خسر، صح؟ إلا استثناء الذين آمنوا كمل وعملوا الصالحات، ترجموا إيمانهم إلى عمل صالح، أم بعد يناد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونفي مش صلى الله عليه وسلم يفكر يغضر نموذج في الصبر، ماشي غير يقيم في الحرير تو فا بيان يعاش المحنة ثم قرآن. أما ثم الصحابة الدليل ربي ناد مستهم البأساء، لا دوز المال يوعر، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وقل كان يعني الله درجة درجة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، بعد ربي ناد ألا إن نصر الله قريب. لذلك إن تولى سجد الأمة هناك قروح لا تعد ولا تحصى، جراحات إصابات ضربات كل جهة، اقتصاديا خلينا طريحة، سياسيا خلينا طريحة، إعلاميا خلينا طريحة، فكريا في جميع المجالات، ولكن أمة لا تعرف اليأس. الدليل قال رب العزة سبحانه وتعالى إخوة يوسف، يا أخي يوسف يروح ضاع يتشاث وشم، هكذا جاء الخبر بيقين، ولاش لا تليفون لا والو والو والو، يوسف يتشاث وشم. اجتمعت عوامل اليأس، ولكن سيدنا يعقوب يمكش كاع الراويس، إناس يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أحد العلماء اللي هو الشيخ الغزالي الله يرحمه، إنه كان يزرع الأمل في موضع اجتمعت فيه عوامل اليأس، أي تزون السيرم أندا لا يسكن قلال، يزون السيرم. إذن أمة لا تيأس ولا قرن يس، لن تلقوا حقي أن معاون فوس دكفوس وتعاونوا على البر والتقوى، نسعى ميراث النبوة ما شاء الله كل شيء محروس باش ما نخدم أيات مثلا، أن بعد ربي سبحانه يرضى علينا إن شاء الله عز وجل. ما إلا نحضر إثي فراث الحضارة الإسلامية المنشودة أشوف غوذر غسافة ثوها ربي مولاش مقا، على الأقل كنا لبنات في هذه الحضارة في هذا البنيان في هذا الصرح العظيم. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم جميعا يا جماعة الخير، وكن يحفظ ربي إن شاء الله، أكون جعل ربي ذذرهم يصروا ونغرهم يفعل في الله ونهمهم، أكون يفكر ربي السر ذلي السر، وكن يفكر ربي ثلاثة السر، وكن يحفظ ربي إن شاء الله من كل سوء المزينة قلنا غاوك يعفظنا ربي، أكون يفكر ربي إن شاء الله تزمر تنزمور يمغار نغير دي جان تلك يقين أثني حرز ربي وقاذي اللان وقاذي مثل فلسني عفو ربي للشيخ نغير يصحفظنا ولا ربي أثني حرز ربي أثني ربي ربي إن شاء الله الفاركة ذي العقل نسن ذي القرآن نسن ذي العلم نسن، وكن يحفظ ربي جميعا إن شاء الله من كل سوء. آمين والحمد لله رب العالمين.